ارتفعت درجات الحرارة بصورة ملموسة اليوم، وتراجعت سرعة الرياح الغربية والسحب المنخفضة التي أثرت طوال الأيام الماضية، وبلغت العظمى في عمان بحدود 29 درجة مئوية. الطقس مع ميعاد أذان المغرب لهذا اليوم سيكون معتدلا وأقل إحساسا بالبرودة بشكل كبير مقارنة بالأيام الماضية، ودرجات الحرارة مناسبة للإفطار خارج المنزل. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، وأجواء لطيفة إلى معتدلة عموما، وتوافد كميات من الغبار مع ساعات الليل المتأخرة، لذا تكون الأجواء غير مناسبة للجلسات الخارجية عندها، كما تناول السحور أيضا خارج المنزل. أما غدا النهار تنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة لتسود أجواء لطيفة إلى معتدلة، مع بقائها مغبرة مع ساعات النهار الأولى وسط هبوب رياح جنوبية غربية نشطت السرعة، وهنالك فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار. عودة للأجواء اللطيفة والرطبة إجمالا، تكون مائلة للبرودة في الجبال وهي مناسبة للإفطار في الخارج، وتاليا درجات الحرارة العظمى والصغرى متوقعة في مناطق ومدن الأردن. في العقبة ليلة 29 درجة وادي رم 26، ترتفع إلى 34 درجة في وادي رم غدا، والعقبة 37 درجة مئوية. ليلا في معان 21 ورأس النقب 20 درجة مئوية، ترتفع غدا في معان إلى 29 ورأس النقب 27 درجة مئوية. في الطفيلة 23، الشبك 21، البتراء 21 ليلا، وترتفع إلى 30 في النهار في الطفيلة، والشبك 28 درجة مئوية. الكرك 22 ليلا، ترتفع غدا إلى 29 درجة مئوية. مطار الملكة علياء الدولي ليلة 20 درجة، مادبة أيضا 20، في البحر الميت 30، غدا 35 درجة مئوية، في مادبة غدا 28، وأيضا 28 في مطار الملكة علياء الدولي. شرق عمان هذه الليلة 23، غرب عمان أيضا 23، مرج الحمام غدا 26 درجة مئوية، غرب عمان وشرق عمان 27 درجة مئوية. الزرقاء هذه الليلة 23، صويلح 19، غدا في صويلح 24، وغدا في الزرقاء 29. في عجلون هذه الليلة 20، درعلة 27، غدا درعلة 34، وعجلون 26، راس منيف الليلة 17، إربد 24، إربد غدا 27، الشنة الشمالية 33 غدا.